السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات دور التعلم كهربة الموتوسيكلات. في الفيديو السابق شرحنا دائرة تشغيل النور الكبير وعرفنا الدائرة بتتوصل ازاي، وفي الفيديو ده ان شاء الله هنشرح دائرة النور الصغير، هنعرف الأسلاك بتاعتها وطريقة توصيلها. بس قبل ما نبدأ ياريت تنزل تشترك في القناة وتفعل الجرس على الكل ولايك للفيديو عشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة، ويلا بينا نبدأ في الشرح العملي. النور الصغير في الموتوسيكلات الصيني بيكون متواجد معانا في 4 أماكن، وفي بعض الموتوسيكلات بيكون متواجد في 3 أماكن فقط. أول حاجة بيكون متواجد معايا في فانوس الستوب ورا، بيكون في لمبة للنور الصغير شغالة في الفانوس اللي ورا، وبيكون في لمبة للفانوس الصغير، وبيكون في لمبة للنور الصغير في الفانوس اللي قدام، لمبة صغيرة كده هو زي اللمبة اللي بتكون راكبة في الدويل ده هو. وبيكون معايا في نور صغير في العدادات بينور لي العدادين دول، هنا في لمبة في كل عداد من دول بتشغل لي العدادين دول. تمام. وفي بعض الموتوسيكلات زي الدينا 40 بلاقي فيه كشافين صغيرين راكبين تحت الكشاف الكبير، دول برضو بيشتغلوا على النور الصغير. تمام. كده دي الاماكن اللي بيكون موجود فيها النور الصغير في ضفيرة الموتوسيكل او في الموتوسيكل عامة. طيب النور الصغير بيبدأ من فين وازاي بيتوصل؟ طبعا شرحنا قبل كده الخط الارضي وعرفنا ان الفانوس ده بيروح له ارضي مباشر، والعداد بيروح له طرف ارضي مباشر، والدويل بيروح له طرف ارضي مباشر من خط الارض اللي بيوزع على الضفيره، وكذلك الامر الفانوسين اللي بيكونوا تحت الفانوس الكبير بيروحوا لهم طرف ارضي مباشر. اتبقى كده معانا ان احنا نوصل الكهرباء. النور الصغير بيبدا معايا من الكتله اليمين، الكتله اليمين زي ما قلنا بيخش لها طرف اسود ساده بيغذي معايا زرار النور. زرار النور في تكتين، قلنا التكة الأخيرة للنور الكبير والتكة اللي في النص بتكون للنور الصغير. بمجرد إن أنا أجيب الزرار ده هو على التكة اللي في النص، الزرار ده بيطلع لي سلكين. تمام، بيطلع لي سلكين، سلك لونه بني بخط أبيض وسلك لونه بني سادة. تمام، سلك لونه بني بخط أبيض وسلك لونه بني سادة. السلكين دول بيكونوا مطلعين كهربا معايا وانا مشغل النور الصغير. تمام، السلكين دول بيروحوا فين؟ باجي على السلك البني بخط ابيض بوديه اولا لللمبة بتاعة الفانوس الكبير. تمام، اهو بيكون فيها سلك بني بخط ابيض، لمبة النور الصغير في الفانوس الكبير بيكون فيها سلك بني بخط ابيض، السلك اللي هو طالع من الكتلة، وبوديه تاني على السلك بتاع الكشافين الصغيرين اللي بيكونوا راكبين تحت الكشاف الكبير، بودي طرف بني بخط ابيض. تمام. يبقى احنا كده عرفنا الخط البني بخط ابيض، الطرف البني بخط ابيض بيروح فين. في بعض الضفاير هلاقي الطرف البني بخط ابيض اللي بيروح للكشافين بتوع النور الصغير بيكون لونه ازرق بخط ابيض، هو طالع من الطرف البني اهو، من قصاد الطرف البني بالظبط اهو في الضفيرة اهو. لو جينا بصينا هنا في الكتلة هنلاقي الطرف البني بخط ابيض طالع قصاده طرف ازرق بخط ابيض في بعض الضفاير، وفي بعض الضفاير بتلاقيه بني زي ما هو رايح للكشافين بتاع النور الصغير. في الضفيرة اللي معانا هنا الطرف اللي واخد من الطرف البني طرف لونه ازرق بخط ابيض بيكون رايح للفانوسين الصغيرين اللي تحت العداد. هتقول لي طب ليه هو الزرار ده بيطلع طرفين ما بيطلعش ليه طرف واحد؟ بقول لك لان في نور النور الكشافين الصغيرين ونور اللمبة اللي بتكون في الفانوس بيفصلوا بمجرد انك انت تشغل النور الكبير، ان كده خلاص ما لهمش لازم ان هم يجيدوا، كده انت استغنيت عنهم بتشغيل النور الكبير فبالتالي بيفصلوا، ومجرد ما تفصل النور الكبير بيرجعوا يشتغلوا تاني على نفس الزرار برضه. فالطرف البني اللي هو بخط ابيض ده هو بيفصل معايا بمجرد ان انا اشغل النور الكبير، فبيفصل معايا الكشافين الصغيرين بتوع الشبورات وبيفصل معايا لمبة النور الصغير اللي موجودة في الفانوس كده. تمام، عشان ما انتهش من بعض. بعد كده باجي على السلك البني السادة اللي هو طالع برضو من نفس الزرار. السلك البني السادة ده بيكون رايح فين؟ بيكون رايح للعداد، بينور معايا فردتين العداد او النور الصغير اللي موجود في العداد. هنبص في كتلة العداد او في فيشة العداد هنلاقي فيه سلك بني سادة داخل للعداد. السلك البني السادة ده بيوزع معايا على لمبة النور الصغير في العداد اليمين والعداد الشمال، بمجرد ان انا نور النور الصغير بلاقي العداد نور معايا. دي اول توزيع ليه. التوزيع التانية بيرجع ورا يشغل لي النور الصغير اللي في الفانوس اللي ورا. الفانوس اللي ورا اهو بيكون رايح له سلك بني سادة
تمام. السلك البني ساده طالع من الكتله اللي احنا بنقول عليه دلوقتي، بيشغل لي النور اللي هو الصغير في الفانوس اللي ورا، تمام. النور الصغير بتاع العداد وبتاع الفانوس اللي ورا ما بيفصلوش انت وبتشغل النور الكبير، فمعنى كده ان السلك البني ساده بيفضل شغال كهربا حتى وانت مشغل النور الكبير ما بيفصلش. اللي بيفصل اللي هو البني بخط ابيض، اللي بيروح زي ما قلت لك اللمبه الصغيره اللي بتكون في الفانوس الكبير، وبيروح للكشافين الصغيرين اللي بيكونوا راكبين تحت الفانوس الكبير، بيفصلوا بمجرد انك انت تشغل النور الكبير، تمام. من نفس الطرفين دول، الطرف البني ساده والطرف البني بخط ابيض، بلاقي في طرفين منهم رايحين للكونتاك، تمام. اهم ادي طرف بني بخط ابيض رايح لفيشة الكونتاك، وطرف بني ساده برضو اهو جاي من تجميعة البن اهو رايح للكونتاك برضو. طب ايه لزو ايه لازمة دخول الطرفين دول بتوع النور الصغير للكونتاك؟ الكونتاك ما فيهوش لمض عشان ينور. الفايدة من كده انك انت في كونتاكات زي كونتاك المكنة اللي معانا بتاع الضين 40 والضين 4 بيكون فيه 3 طقات، تمام، مش طقتين. الطاقة الأولى بتشغل معاك الكهرباء عادي وتدور معاك المكنة وتعرف تتحكم في المكنة زي ما أنت عايز. الطاقة الثانية ما بتعرفش تدور المكنة، بتشغل لك بس النور الصغير، تمام، بتشغل بس النور الصغير. معنى كده إن أول ما يجيب الكونتاك على الطاقة الثالثة، فالسلك الأحمر اللي جاي من البطارية اللي وصل للكونتاك مش هيوصل للطرف الأسود سادة، لأ هيوصل للطرفين اللي هو البني سادة والبني بخط أبيض، تمام. يبقى بالتالي كده هيشغل له النور الصغير في المكنه كله. ودي معموله طبعا عشان لو انت واقف في طريق ضلمه ولا حاجه، بتجيب الكونتاك على الطاقه الثالثه بحيث اللي رايح واللي جاي على الطريق ياخد باله ان في موتوسيكل واقف او في حاجه منوره واقفه عشان ما يخبطش فيها لا قدر الله. دي فايده الطرفين البني ساده والبني بخط اللي بيكونوا داخلين للكونتاك، بديهم كهرباء بمجرد ما انا اطق بالكونتاك على الطاقه الثالثه، بيوصل لهم كهرباء من خلال الطرف الاحمر اللي بيكون داخل الكونتاك، فبالتالي بينوروا معايا العدادات وبينوروا معايا الكشافين الصغيرين اللي بيكونوا موجودين تحت الفانوس الكبير، وبينوروا معايا لمبه النور الصغير في الفانوس الكبير، وبينوروا معايا لمبه النور الصغير في الفانوس الخلفي بتاع الستوب، تمام. في كونتاكات مش هتلاقي فيها الميزه دي، زي كونتاك الضاين 3 مثلا هتلاقيه 4 طرف فقط، الكونتاك مثلا بتاع السي جي هتلاقيه 4 طرف فقط، ما فيهوش الميزه اللي موجوده في الكونتاك بتاع الضاين 40 او الضاين 4. دي دايرة تشغيل النور الواطي، دايرة بسيطة وسهلة ومفهومة وما فيهاش اي تعقيدات. الدايرة دي طبعا بيحصل فيها اعطال، تمام، هنبقى نتوالى. الدايرة دي طبعا بيحصل فيها اعطال، ممكن السلك الزرار نفسه يبوظ، فبالتالي مش بيخرج لك كهرباء في السلكين البني سادة والبني بخط، فبتحتاج تغير الكتلة. ممكن برضو الطرف الاسود ساده اللي داخل الكتله الرئيسي يفصل، فمش هيشغل معاك النور الصغير ولا النور العالي ولا المارش. ممكن برضو يبقى مثلا النور اللي ورا جايد بتاع الفانوس اللي ورا، والنور اللي في الفانوس ونور العداد نفسه فاصل، فهنا يا اما اللمبتين بيكونوا محروقين يا اما السلك البني اللي داخل العداد نفسه فاصل. ممكن العكس، الاقي العداد شغال والفانوسين اللي تحت ولمبه النور الصغير في الفانوس الكبير، والاقي الكشاف اللي ورا فاصل. باجي هنا بختبر ورا، يا اما الارض فاصل يا اما السلك البني اللي جاي كهربا من زرار النور الصغير فاصل، يا اما اللمبه نفسها محروقه او الدويل بايظ، فبالتالي ببدا افحص الحاجات دي. كذلك الامر في لمبه الفانوس، ممكن تكون فاصله وباقي النور الصغير كله شغال، فبالتالي بقى بحتاج افحصها، بفحص السلك البني بخط ابيض اللي جاي لها بشوف فيه كهربا ولا لا اول ما بشغل النور الصغير، وبفحص السلك الاخضر ساده بشوفه جايب ارض ولا لا، وبعد كده بفحص اللمضة وبشوف العطل الجاي من فين. طريقة الفحص سهلة وبسيطة، وأعطال الضفيرة عامة كلها مبنية على الفحص، ومجال الكهرباء واسع غير مجال الميكانيكا. توقع العطل في أي سلكة فاصلة أو أي سلكة مقطوعة في النص أو أي سلكة مملح. اللي هيحدد لك القصة دي إنك أنت تفحص الأسلاك وتعرف الدنيا رايحة فين وجاية منين، وطول ما أنت عارف السلك ده رايح فين والسلك ده جاي من فين والسلك ده بيشغل إيه، هتبقى الدنيا سهلة معاك وتقدر توصل لأي عطل في الضفيرة بكل سهولة. ده كان فيديو النهاردة، يا رب يكون عجبكم واستفدتوا منه وقدرت اقدم لكم المعلومة بشكل صحيح وقدرت افيدكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.